مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. مساء جميل بريحة البن المحوج ونار السبرتاية الهادية. ازيكوا؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا دايما بخير. تعالوا بقى نقرا فنجاننا ونشوف يا ترى ايه مخبلنا. مخبي اقدم احياء القاهرة، مدينة الرب والعلم، المطرية. حي المطرية كان من الاحياء المقدسة في مصر القديمة، وكان مدينة العلم، وفيه اتعملت اول جامعة في مصر، ويمكن في العالم كله كمان، جامعة اون اللي اتعملت من اكتر من 5000 سنة. في العصر الروماني زارت السيدة العذراء مريم مع السيد المسيح مصر، وعدوا في رحلة العائلة المقدسة على المطرية، وقعدت السيدة العذراء مريم تحت شجرة الجنيز، والشجرة دي موجودة لحد دلوقتي في مكانها ومعروفة. وفي العصر الروماني كمان اتسمت المطرية باسم مطر ومعناها الأم، نسبة لأنها أم العلوم بسبب وجود أقدم جامعة في العالم فيها، وتحرف الاسم بعد كده المطرية. أما في العصر الفاطمي حاولوا القرامطة يدخلوا مصر، ولكن جوهر استقلي قدر يهزمهم في المعركة، وكانت في المطرية. أما في العصر المملوكي راح السلطان الظاهر بيبرس بمقدار المطرية، وقابل هناك الخليفة العباسي، وراحوا مع بعض للقاهرة الفاطمية، وكتب هناك الخليفة العباسي مرسوم تنصيب الظاهر بيبرس كسلطان على البلاد. فعمل بالمناسبة دي الظاهر بيبرس خيمة احتفال كبيرة قوي في المطرية، احتفلوا هناك بتنصيبه كسلطان لمصر. أما عن منطقة مانيا مطر اتسمت كده لأن المكان ده كان فيه حديقة وقتها، وحديقة باللغة المصرية القديمة اسمها مانيا، وسموها مانيا مطر بمعنى حديقة منطقة مطر. ده غير منطقة أرض النعيم، ودي أرض قديمة جدا من أيام مصر القديمة، وكان مكانها غابات مقدسة وفيها أشجار بلسم وبخور، وكان بيتربى فيها النعام المقدس، وعشان كده اتسمت بأرض النعام، ولسه لحد دلوقتي المكان ده بيتربى فيه النعام. وفي المنطقة دي وقت الاحتلال البريطاني لمصر كانوا عاملين فيها سكنات بسيطة للجيش، ولكن بعد ثورة 52 اتحول المكان لسكنات للجيش المصري. غير بقى منطقة المسلة، ودي طبعا اتسمت كده عشان وجود المسلة القديمة اللي فيها، اللي بترجع لعصر الدولة المصرية القديمة. المسلة دي اسمها مسلة سنوسرت او مسلة المطرية، وطبعا هي اتسمت بمسلة سنوسرت لان اللي عملها الملك سنوسرت ملك مصر زمان ايام الدولة المصرية القديمة. وفي المطرية كمان في آثار تانية كتير جدا، زي توابيت كتير لقوها ترجع للعصر المصري القديم، وكمان لقوا هناك لوحة أثرية من العصر الجيري، ده غير وجود مقاصير للملك تختابه الأول من عصر الأسرة الثلاثين. أما بقى عن أهم اكتشاف لقوه في المطرية سنة 2017 هو تمثال رمسيس الثاني وسيتي الأول كمان، ده غير وجود أكتر من 1900 قطعة آثار في المطرية اكتشفتها البعثة الألمانية، ومنها تمثال الملك باسمتيك الأول، وغير كمان اكتشاف تمثال من الألباستر، ووجود عدد كبير من الأواني الفخارية بترجع لعصر مصر القديمة، وكمان لقوا هناك صومعة لتخزين الغلال والحبوب. لقوا كمان في المطرية عمود برمبتاح، وده عمود من الجرانيت والحجر الرملي، وكان معمول بمناسبة مرور 5 سنين على تولي الملك برمبتاح الحكم، وكان معمول كتذكار، واكتشفوه في الثمانينات. ومن أشهر سكان المطرية الشاعر أحمد شوقي، وكمان جعفر باشا اللي كان وزير الأوقاف في مصر لفترة معينة، وكمان كان رئيس النادي الأهلي في وقت من الأوقات. وفي كمان بيت للشيخ محمد عبده في المطرية، والأمير يوسف كمال كمان كان ساكن هناك، وليه قصر موجود لحد دلوقتي وتحول لمركز بحوث الصحراء، وغير قصور تانية كتير كان بيمتلكها أمراء في المطرية. وبس خلاص خلصت الحدوتة، حدوتة أقدم مكان مقدس في مصر.
هتلاقوا المصادر ولينك الفلوج والفيسبوك والإنستجرام وتويتر والتيك توك تحت الحلقة. واللي بيشوفنا يعمل لايك وشير للحلقة، واللي بيشوفنا لأول مرة يعمل سبسكرايب للقناة عشان يتابع كل جديد. استنونا الأعداد اللي جاية، وإلى اللقاء في فنجان جديد من اتفضل قهوة مع نورهان نبيل.